مساء الخير. ثاني أكسيد الكربون هو أحد الغازات المسببة بالاحتباس الحراري، والمعروف إنه الغابات بتحوله لأكسجين، والمثل بيقول ازرع ولا تقطع، يعني لازم نسعى لحماية الغابات وزيادة مساحتها من خلال إعادة تشجير. بالنسبة للطقس لبكرة بلبنان، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. وهلأ منبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنبدأ تحديدا أنا وياكم من عكار، حيث عم بتسجل 30، طرابلس 28، جبال أيضا 28، ومن بعد بيروت 29، صيدا عم بتسجل أيضا 29، صور 28، بنت جبال 25، نبطية 25، رشية 25، زحلة أيضا 25، بعلبك 28، وأخيرا الهرمل 28. الرطوبة بتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح المية 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. كيف رح يكون الطقس لليلة وبكرة وبعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل لل 25، بكرة بال 25 و33، ونهار الخميس بال 25 و33 درجة. وهلأ منبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنبدأ أنا وياكم من الرياض 35، دوحة 37، مسقط 33، أبوظبي 35، تونس 30، طرابلس 31، القاهرة 29، وأخيرا روما 28، ومدريد 22 درجة. وهيدا كان جونا، خليكن بجو الأخبار.